السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل بيسمعني، أكون أستاذ صفاء أو ميس صفاء من قناة تيو. كل بيسمعنا أول مرة أجي الفيديو ما ينسى يشترك وفعلنا الجرس. تعبير اليوم عن المهندسة سارة حسين أكبر، نموذج المرأة الكويتية الناجحة. المهندسة سارة حسين أكبر هي نموذج المرأة الكويتية الناجحة، فماذا تعرف عنها؟ لمحة بسيطة وسؤال، إجابة السؤال هتكون موجودة في العرض. في العرض أو صلب الموضوع هنتحدث أو نذكر كل ما نعرفه عن المهندسة سارة حسين أكبر. اترك فارغة او بياض مسافة كلام ده التعبير في العرض، ايضا اترك فارغة. المهندسة سارة حسين اكبر هي نموذج المرأة الكويتية الناجحة في مجال النفط والطاقة، وهي اول كويتية تعمل في اطفاء حرائق الابار النفطية في الكويت اثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، حيث شاركت منسقة المعلومات المطلوبة من فرقة الإطفاء العالمية. ولدت المهندسة في الكويت عام 1958، وتخرجت من جامعة الكويت بدرجة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، وبدأت مسيرتها المهنية في شركة النفط الكويتية. شغلت العديد من المناصب القيادية بما في ذلك منصب مديرة المشاريع ورئيسة قسم التخطيط والتطوير ونائبة الرئيس التنفيذي للعمليات. وفي عام 2005 أصبحت أكبر وأول امرأة تشغل منصب رئيسة المديريين التنفيذيين لشركة كويت إنرجي، وهي شركة نفط خاصة، وقد ساهمت في قيادة الشركة إلى تحقيق نمو كبير في الإنتاج والإيرادات. تعرف المهندسة سارة بشجاعتها وإقدامها ووطنيتها، فقد شاركت في إطفاء حرائق الآبار النفطية في الكويت في ظروف صعبة للغاية، حيث كانت الحرائق ضخمة وخطيرة، وقد أشاد بها العالم بأسره على شجاعتها ومساهماتها في إنقاذ الاقتصاد الكويتي، بالإضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات النسائية، وتقدم الدعم للمرأة الكويتية لتعزيز مشاركتها في المجتمع. خاتمة، أترك فراغ مسافة كلمة. خلاصة الموضوع في 3 أسطر: تعد المهندسة سارة حسين أكبر نموذج يحتذى به للمرأة الكويتية، فهي نموذج للنجاح في مجال النفط والطاقة، ونموذج الوطنية، ونموذج للدعم للمرأة الكويتية. ضع نقطة، تعبير يبدأ بفارغة ينتهي بنقطة. مقدمة أترك فراغ، عرض أترك فراغ، خاتمة أترك فراغ، مقدمة وعرض وخاتمة. موضوع أو مقالة عن سارة حسين أكبر. تكلمنا عن نشأتها ومتى ولدت وأعمالها أو إنجازاتها. ومسيرتها المهنية. وصفات المهندسة سارة حسين أكبر، صفاتها وشخصيتها. أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم. أتبخلينا باللايك والاشتراك وكومنت حلو للقناة إذا عجبكم الفيديو، وتشير الفيديو إذا تستطيعوا تشير الفيديو، شيرونا الفيديو، وتفعيل الجرس إذا أردتم مشاهدة فيديوهات القناة أول بأول. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.